خلونا نذهب إلى التعليم، والسيد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي كان قد أعلن بالأمس أنه سيتم رفع غياب الطلبة من المدارس كإجراء لحمايتهم من كورونا مع استمرار الدراسة حتى 10 يناير، وبعد كده من 10 يناير نبتدي امتحانات الفصل الأول حد 5 فبراير. خلونا نحاول نعرف تفاصيل أخرى من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونعرف منه ماذا يعني جراء هذا القرار. مساء الخير يا سيادة الوزير. أهلا بيك يا فندم، مساء النور. الناس مش فاهمة قوي، هل رفع الغياب ده يعني تعليق الدراسة ولا رفع الغياب ده إيه يا سيادة الوزير؟ لا احنا قلنا كذا مرة والله، وزعلنا جدا من اللي كتب حاجة زي كده. الكلمات مثل إغلاق أو تعليق أو حذف أو إلغاء امتحانات غير واردة على الإطلاق. احنا الدراسة ماشية زي ما هي، كل اللي قلناه يعني استجابة لقلق بعض الناس من الموجة الثانية من كورونا وكل اللي هم سامعينه. هنترك الاختيار لولي الامر، اللي عاوز حابب يجي المدرسه ويكمل السنه. الدراسه مستمره والمدارس فاتحه والامتحانات في مواعيدها وكل حاجه، بس بندي الاختيار للي عاوز يجي اهلا وسهلا، اللي عاوز يكمل في البيت تعلم ذاتي ده اختياره وبرضه نحترمه جدا، واتحنا له مصادر كثيره جدا لهذا، وبالتالي بنترك الاختيار علشان نقف بقى ونبطل الهاشتاجز والترندز اللي بتحاول تقفل المدارس وصحتنا اهم من التعليم زي كل سنه. احنا بنقول اللي بيقول لنا صحته اهم من التعليم عنده الاختيار يعمله على اولاده هو، بس ما يعملوش على الدوله، يعمله لنفسه، واحنا هنتركن له الفرصه دي. الباقي اللي عاوز يجي ياخد هذا القرار واللي عاوز يقعد ياخد هذا القرار، ده كل اللي حصل. انما الدراسه لازم تستكمل سواء في المدرسه او ذاتيا، عشان في امتحانات في لجان تحريريه مراقبه مش ابحاث ولا امتحانات في البيت.